رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا الدرس كما ترون وكما ستعلمون وترون مقرر لإيضاح بعض مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المسلمين الآن يستنقصونه من حيث لا يشعرون أو من حيث يشعرون، من حيث لا يشعرون عوامهم ومن حيث يشعرون المتعمدون. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise is due to Allah, the Lord of the worlds. May His peace, blessings, mercy, honor, and elevation be upon our Master Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and his family, companions, and followers until the Day of Judgment. Glory be to you, O Allah, we have no knowledge except that which you have taught us. Indeed, you are the all-knowing and the all-wise. The topic of this class and the purpose of this class is to clarify the status of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and how people are either knowingly or unknowingly disrespecting his status sallallahu alayhi wa sallam. Unknowingly are the masses, the general public, and knowingly are certain people who are doing it on purpose. Ya khair man yammam al'afoon sahatahu sa'yan wa fawqa mutun al'ayn qirru sumi ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم الليل إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وأنت وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالمين حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنمي خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي كي ما تفوز بسر أي مستتر عن العيون وكما تفوز بسر أي مستتر عن العيون وكما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم فجست كل مقام غير مشترك فحست كل مقام غير مشترك فحست كل مقام غير مشترك وجست كل مقام غير مزدحم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. سأبين الأبيات حرفا حرفا ومضمن هذه الأبيات من بردة البصيري وكلها ثابت بكتاب الله تعالى والأحاديث الصحيحة المتواترة. أقول أنا في أمريكا يا خير من يمم العافون ساحته وخاطبه الآن. So then I'm addressing here from America the Prophet صلى الله عليه وسلم. ومستحضرنه أمامي. And imagining him in front of me, and this is from a quote from the Burda, and every one of these points that I'll clarify inshallah are proven in the Quran and the Sunnah of the Prophet. إن أحببتم فارجعوا إلى كتاب الله وسنة نبيه وإن كنتم لا تعلمون هذه المدارك فعليكم أن تتركوا التعليم والتعلم. And if you are if you want to verify, then go to the Quran and the Sunnah, and if you're unable to realize
where the Quran, the Sunnah is saying this, then you should probably stop teaching and learning. فأنتم لستم صالحون للتعليم ولا للتعلم. Then you are not fit to teach or to learn. يا خير من يمم العافون يعني المحتاجون ساحته سعيا مشيا على الأقدام وفوق الأينق الرسم قصدناك بقلوبنا. That O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O Prophet, O you who is the best of those who the seekers, who the ones in need fill their court for the fulfillment of their needs. ساحته ضيافته ساحة الضيافة له. Meaning that his court, his من يمنعون ساحته سعيا مشيا على الأقدام وفوق الأينق الرسم وفوق الطيارات الطائرة سواء كانوا ماشيين أو راكبين. That either running, walking, or even on the backs of camels, meaning that either flying or driving or however. أتتك المحتاجون من كل الجهات. People who are in need, they come from every direction. لغفران الذنوب ولستر العيوب ولملء الأيدي. That they come for the forgiveness of their sins, for the covering of their faults, and to elevate their status and to fill their hands, meaning take care of their needs. سعيًا وفوق متون الأينق الرسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبرين. And he who is الآية العظمى لمعتبرين. من أراد أن يعتبر فهو أكبر أكبر آية في العالم كله. And you who is the greatest sign for those who take lesson. من يتفكرون من يعتبرون. For those who ponder, you are the greatest sign. هذا بعد أن فخمه ونفس تحتاج التفخيم قال سريت من حرم إكمالا. ومن هو النعمة. ومن هو النعمة العظمى لمغتمي طالب الغنيمة طالب الخير. And you who is the one who is the greatest bounty for a person who gets to take something of it. من يريد الغنيمة الفوز الكامل. Whoever wants success, whoever wants any type of success, you are the greatest bounty for a person to take. سريت من حرم ثم أراد أن يبين مقامه ليعلم أنه أهل لطلب الحاجات. يريد أن يبين مقامه لأن طلب الحاجات عندما لا يقضي هذا هلاك. So after now he's addressing the Prophet sallallahu alaihi wasallam directly, and he is praising him. Then he mentions the ability. Now he's mentioning the ability of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the status that he has, because the person who is seeking from one who has no power or status, then he's going to gain nothing but destruction. So then now he said, in regard to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, سريت من حرم الليل إلى حرم كما قال تعالى. O Prophet, you traveled overnight from one sacred place, one haram to the other, from Mecca to Jerusalem, as Allah subhanahu wa ta'ala said. نعم وعرج بك إلى وبت ليلا إلى حرم وصليت بالأنبياء هناك محشورين لك مجموعين من شتى البلاد. That you led من شتى البلاد. The prophets from all the lands in that. جمعوا هناك لانتظاري. All of them, the prophets who had passed away before and not, they met over there to wait for you. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سر البدر في داج من الظلم. As the moon, the full moon travels at night through intense darkness. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين رفعت إلى ما فوق العرش. And you continued ascending حتى تجاوزت العرش. Until you reach your destination above the throne. وصلت إلى مكان لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل مطلقا. To a place that no prophet. لم تدرك ولم ترمي لم يدركها أي أحد ولم يقصدها أي أحد. A place that was never reached or imagined, meaning no prophet and no angel was allowed there or it could even imagine that honorable place that you were taken to. وفي تلك الرحلة قبل وصولك إلى المكان الخاص
وقدمتك جميع الأنبياء بها، يعني بالعالمية بصاحب حمل العالم، وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمه قبل وصولك. And O Prophet, you were preferred to lead before the ascension. You were preferred to lead the other prophets due to your high position by all the prophets and the messengers, a preference given by a servant to his master. تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخترق السبع الطباق بهم، يشير إلى مقاماتهم في السماوات وترحيبهم به ترحيب الخادم للمخدوم. And he said, and O Prophet, you passed the seven heavens with them, the prophets, while they were on your way, they met you. وأنت فيه صاحب العالمين. In a procession in which you are the leader, you are the flag bearer, you are the purpose and the cause of this. وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه جمع الأنبياء في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شوا لمستبقين حتى إذا لم تدع مقاما من الرفعة لمستبقين ولا مرقا لطالب الرقية. Until, O Prophet, you continued your journey in that ascension until you did not leave any goal for any competitor to strive for. لم تدع شوا لمستبق ولا مرقا لمرتق لا مرقا لا رقية لراق بعد ذلك لا صعود لصاعد. Anyone, any ascender, any competitor, no one could compete. There was no room, nothing, no elevation that you could be. في مستوى عز جبريلا تجشمه في مستوى عز جبريلا تجشمه التفكير عنه. You did not leave any goal for any competitor to strive for, and being close, nor did you leave any room for an advancer. في مستوى عز جبريلا تجشمه في مقام ليس من ذلك المكان. في ذلك المكان الذي وصلت إليه لا يمكن جبريل أن يفكر عنه لا يمكن لجبريل أن يفكر عنه. To a status and to a place that even جبريل عليه السلام couldn't imagine. ولم يزغ بصر الهادي عن الهادي وفي هذه الحالة لم يزغ بصرك عن الله. And then in this state your eyes did not avert from Allah سبحانه وتعالى. حتى إذا لم تدع شواً لمستبق من الدنو ولا خفضت كل مقام بالإضافة تركت الناس كل مضافة إليك خفضتهم على الإضافة. That O Prophet, you made every position of the prophets inferior by your advance. خفضت كل مقام بالإضافة إذ موديت بالرفع مثل المفرد العالمي. That when you were invited by Allah and the Almighty to His وذلك إشارة إلى ما نداه الله سبحانه جل جلاله عندما رجع من المعراج وهو في السماء السادسة ناداه الله تعالى بدون زمان ولا مكان لله تعالى قال يا محمد وأرضيت قال إنها خمس وثوابها خمسون أي يبدل القول لدي وما أنا بظلام. That this was the status that Allah subhanahu wa ta'ala gave the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Ya Muhammad wa ala mufrad. The prayer that he said, O Muhammad, now he commanded him to do the prayer, and it went from 50 down to 5 rak'ahs. Qala ya Muhammad wa radita. Then it reached the level of 5 prayers with the reward of 50. So then he was told, O Muhammad, are you pleased? نعم طبعا. Yes, of course. إنها خمس وثوابها خمسون. They are 5 and the reward is 50. أنت هو العلم فقط منادى بالرفع العالمية والغير مضاف. That he was called out to by name with the proper noun meaning his direct name and everyone else who is being commanded they were simply an association with his name. فحست كل مقام غير مشترك حست كل مقام من الفخر والعلو لا يشتركه معك أحد. That you reach such a state that no one could compete ever compete with this state. وجست كل
فحست كل فخار غير مشترك وجست كل مقام غير مزدحم. تجاوزت. Completely exceeded any standard that anybody had said before, and you بقيت مفردا. Elevated to a state, to a status that you are the lone person in that category. بقيت مساحات واسعة لا يدخلها الناس. That there's no one else at all. Just became between you and everybody else. Just no end in sight in the difference in the elevation between you and them. يا قومي من هذا أوصافه أتكفيكم أو لا تكفيكم. Then, oh my people, if this is the description. هذا فقط مقام واحد, مقام الإسراء فقط واحد. This is just one of the honors that the Prophet صلى الله عليه وسلم was given, this honor of the ascension. Just this one, is this not sufficient for you? Is this not enough for you to understand? أما الرؤية لرب العالمين ما زاغ البصر وما طغى فهذا شيء آخر. As for seeing the Lord of the worlds without his gaze being averted or transgressing, this is a different status. والكلام من رب العالمين بدون واسطة أي ملك. That the speech directly from the Lord of the worlds without the conduit of any prophet or any angel. من هو الذي شرفه الله تعالى في سابق علمه إعطاء منه قبل وجوده؟ من الذي اشتغلت به القدرة الإلهية بتشريفه قبل وجوده؟ اشتغلت القدرة الإلهية. Who is the one that the divine power was aiding him before he was created? من هذا؟ Who is he? هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الدباغ سيدي عبد العزيز الدباغ. لو قيل لك ما فعل الله تعالى تقول صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم بدون دوام بدون انقطاع ودون ابتداء. هذا هو الفعل اللي من الغيب يمكن أن تجزم به أنه بلا بداية ولا نهاية من أفعال الله سبحانه وتعالى. دباغ شيخ عبد العزيز دباغ. شيخ عبد العزيز دباغ was asked about the eternal actions of Allah سبحانه وتعالى and he said that the salawat on the Prophet صلى الله عليه وسلم, the mercy, honor and elevation that Allah sends, since Allah says that it is sent upon him sallallahu alaihi wasallam, and Allah's speech is eternal. This is means Allah subhanahu wa ta'ala's mercy, honor, and elevation upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam has always been a thing and been ongoing eternally, previously and eternally and everlastingly. فيا من تفرقون بين حياته وماته وعاذنا الله منكم تفرقتكم مردودة إجماعا. كيف لا تتفكرون أنه قبل وجوده بروزه إلى العالم كان معظما كان الله تعالى يعظم ويصلي عليه. So if those who are speaking about him after his leaving this worldly life, as if that now he went to an inferior state or became lowered in his status or is unable or disabled or whatever people type of thinking that people do, that they make a difference and they make a negative difference between when he was in this world and when he moved on to the greater world. فما هو جوابكم عن قبل خلق الخلق. So if that's your logic, then what about realizing that actually what the Quran is saying, that Allah subhanahu wa ta'ala has قبل خلق الخلق before the creation of any creation, Allah subhanahu wa ta'ala's salawat has always been elevating and honoring the Prophet sallallahu alaihi wasallam before he was created. أين قياسكم. So where is your reasoning? Where is your analogy? نعم أنتم قياسكم مردود بالنص لأن القياس معلوم أنه إذا خالف النص لا قياس مع النص. So then there's analogy is one of the means of arriving to conclusions. Once you don't have a direct text referencing the subject, so now you have your analogy and your reasoning. أعوذ بالله your invalid reasoning is disproven and contradicts the text. So once the text comes, the analogy is invalidated. There's no analogy once there's a direct text that's talking. بل أنتم رب العزة عمي صم بكم عمي لا تعقلون ورب العزة والجلال. The Lord of greatness and honor that you are blind, deaf, dumb and blind. الله سبحانه يقول وللآخرة خير لك من الأولى. Allah سبحانه وتعالى says and what is after
is better for you than the first. What is the later one is better for you than the first. ولسوف يعطيك ربك فترضى. And your Lord will give you and grant you, and you will and you will be pleased. هذه تعليمات الله تعالى وطلب ذلك من الملائكة وما أعطى الله لنبيه غير الصلوات منه والملائكة يزداد خلال الثانويات خلال 1440 لا تطول النبي صلى الله عليه وسلم مقاما زائدا على مقامه. هذه الصلوات من رب العالمين 1400 من يوم انتقل من الدنيا وصلوات الملائكة 1400 فقط هذا المقام وحده إذا نظرنا إلى هذا المقام فقط وحده. So if we even just look at the salawat on its own, that Allah subhanahu wa ta'ala sending the salawat on the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the angels being commanded to send salawat on the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, asking Allah constantly every single instant to elevate and grant more honor and more status and elevation to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala akhbara annahu yarfa'u maqamahu. So even just for the last, if this was just going on for the last 1440 years and not eternally, then do you think the Prophet sallallahu alaihi wasallam status would be lower or higher than it was? أَفَلَا تَعْقِلُ. Do you not comprehend? أَلَا تَعْلَمُونَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ. معناها الله تعالى يعظم النبي صلى الله عليه وسلم يرفع مقاماته يوما وساعة ولحظة وسكن وإلى غير ذلك والملائكة الليل والنهار 24 ساعة في الأسبوع يطلبون ذلك من رب العالمين. That now it is mentioned, Allah subhanahu wa ta'ala says that indeed Allah and His angels send salawat on the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So then this constant, every instant, 24/7, the salawat. الله رب العالمين يزيد. Allah is Himself increasing, and the angels are praying for the increase of blessings and honor and elevation. والمسلمون في أنحاء الدنيا كلها. And the Muslims all around the world are doing so every instant, that Allah elevates more and more, and this is an accepted dua. هذا فقط إذا نظرنا إلى هذه الخصلة الواحدة هذا المقام الواحد هو صلاة الله تعالى. وطلب ذلك من الملائكة والمؤمنين هذه الآية فقط هذه الآية فقط. So if you just look at this one verse in the Quran, isn't that sufficient? That the salah from Allah subhanahu wa ta'ala alone, and then the angels and the believers. هل هو الأمر الوحيد الذي بدأ الله بنفسه في القرآن؟ نعم. بدأ بنفسه وثنى بملائكته وأمر المؤمنين بذلك. The only command in the Quran I'm aware of that Allah subhanahu wa ta'ala began saying Allah does, the angels do, you believers must do as well, is the salah on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. أيضا يا قراء المسلمين المنسوبين إلى الشاشات التلفزية متخصصين في كتاب الله تعالى اسمعوا كتاب الله. يا قراء المسلمين الذين يدعي العالم الإسلامي أنكم متخصصين في كتاب الله ويستمع إلى تلاوتكم من الحائه كل. That oh you who are reciting the Quran, you reciters of the Quran who people all over the world believe that you know the Quran and you memorize the Quran and you recite the Quran and listen to you and they watch you and they hear your recordings across the world. ويتعجبون من نظماتكم. And they are amazed by the collections of your recitations. ألا تفهمون ما تقرؤون؟ Do you not understand that which you are reading? معناها أنه يصدق فيكم قول الله تعالى فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. If that's the case, then you are what Allah subhanahu wa ta'ala is referring to, that those who أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Do they not ponder upon the Quran, or are there seals and locks upon their hearts? إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ. Those who turn on their heels, who turn around, who turn away, after the guidance had been clarified to them, the shaytan وسوس لهم زين لهم أعمالهم deceived them and زين لهم الشيطان أعمالهم
deceived them, adorned their actions. وصدهم عن السبيل. And blocked them from the right path. اسمعوا شركة الله تعالى لنبيه في كل أمر في كل أمر. أشركه معه بواب العطف في كل أمر. That listen to Allah subhanahu wa ta'ala's association with the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his name in every matter. قرنه معه في القضاء فقال يقضى الله ورسوله أمرا. That Allah subhanahu wa ta'ala paired this pairing that Allah subhanahu wa ta'ala said if Allah and his messenger decree a matter, so he paired him in the decree. وقرنه معه في الطاعة فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. And in obedience Allah says obey Allah and obey the messenger. وقرنه معه في الإيمان فقال يؤمنون بالله ورسوله. And in iman as well Allah said and they believe that in Allah and his messenger. ولتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. And to believe in Allah and his messenger and to honor him and to elevate him. وقرنه معه في الإغناء في الإغناء إغناء الناس من الأموال. And he also paired him in enriching people. فقال في المنافقين وما نقموا ما نقموا على المؤمنين إلا أغناهم إلا أن أغناهم الله ورسوله. That the hypocrites they had something against the other believers against the believers that they said that they were not angry with them, they were not upset except over that they that Allah and his messenger had enriched them. وقرنه معه في الإرضاء وهذا الإقرار هنا هو أقوى إقرار أقوى قرار. And the strongest of the pairings is in the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. قال والله ورسوله أحق أن يرضوه فجمع بينهما في ضمير واحد بدون تثنية وبدون عطف. Then and there's no in this particular verse that there's no distancing and there's no and then used. It's just an immediate and Allah and his messenger are more befitting that they please them if they were truly believers. Please him. Sorry, not even the word them is. ما جمع ما أتى بالضمير ما أتى بضمير الجمع مطلقا. That this. فشركوا معه في ضمير الإفراد. The them, it was not used, and the word him was used, meaning that the same here now. ما أتى معه في ضمير واحد. The same. This word him now is referring to Allah and His Messenger. فأين أنتم من كتاب الله تعالى؟ So how far are you from the book of Allah? وأين أنتم من أفعال عمر بن الخطاب كما في البخاري؟ And how far are you from the actions of عمر بن الخطاب as mentioned in البخاري؟ كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا كانت المسامير تدق في الحجرات يقول للناس خففوا لئلا تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى المسامير تدق في الحجرات المسامير هي الخفيفة. And how far are you from the actions of Umar ibn Khattab radiallahu anhu that once in the Hujra the nails were being فقط للحاجتي للحاجتي out of necessity in the noble Hujra of the ما يترك الناس ترفع بها الأصوات. They were knocking on the nails. He said, take it easy, do it lightly so you do not disturb the Prophet sallallahu alaihi wasallam. وقد أدب ناسا من الطائف عندما رفعوا أصواتهم في المسجد النبوي قال من أين أتيتم؟ And then he also he admonished, he chastised a group of people who came and they were raising their voices in the Masjid al-Nabawi. He said, from where did you come from? قالوا نحن جينا من الطائف. They said, we came from الطائف. نعم ذلك صحيح لو كنتم من المدينة ما فعلتم هذا. He said that, oh, okay, that makes sense because if you were from Medina, you wouldn't have done this. لو كنتم قال من أهل هذا البلد لأوجعتكما ضربة. If you were from this land, I would have beaten you painfully. وأين أنتم من الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى؟ And how far are you from Imam Malik? كنت ما كان لا يلبس النعل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا. He wouldn't wear shoes in the Medina of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. وكان لا يقضي الحاجة في مدينة الحرم كامل حدود الحرم كامل. And he wouldn't use the bathroom in anywhere in the boundaries of حدود الحرم المدني حدود كل حتى يخرج حدود الحرم. He left the boundaries of the Haram of Medina. وقد جاء أمير المؤمنين المنصور بن هارون الرشيد كما في السند الصحيح عن مالك.
المنصور بن هارون الرشيد عند خليفة جاء زائرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم The Khalifa al-Mansur, the son of Harun al-Rashid, he came to visit the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in Medina when Imam Malik was there. And Imam Malik was in the masjid and the Khalifa raised his voice a little bit. فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمَ خَفِّفْ النَّبْرَةِ خَفِّفْ النَّبْرَةِ He said, oh Amir al-Mu'mineen, watch your tone, this is the message, هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناها هذا المكان هنا مختلف عن الكعبة وعن كل مكان. مختلف. Lower your tone, meaning that this place is different from any other place. إن الله أدب أقواما. نعم. That he says indeed Allah has trained or taught. ومدح أقواما. Meaning that he has indeed Allah subhanahu wa ta'ala أدب أقواما خوفا من الخروج من الإيمان would mean to put them in the place to teach them to correct them and meaning out of to taught them to and showed them their error to keep them away from falling into disbelief ومدح أقواما and he praised people as well وذم أقواما and he criticized people insulted a people أما الذين أدبهم فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. As far as those who Allah has corrected, Allah says that those لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. Oh you who believe, do not raise your voices over the voice of the Prophet صلى الله عليه وسلم and do not speak loudly to him as you speak loudly to one another. That your actions ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض and do not speak loudly to him as you speak loudly to one another ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان تكفروا so that your actions do not be invalidated if you do so meaning your actions would be invalidated all لا يحبط الاعمال الا الردة the only thing that makes a person's actions invalidated is leaving Islam ومدح اقواما and Allah has praised people as well فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. That he has praised people indeed those who lower their voices. يكلمونك صاحب السرار بأدب. Who indeed يخفضون أصواتهم. Voices with the Messenger صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. Whom Allah has tested their hearts. للتقوى. And made them pious and given them دخلهم التقوى. That they have proven meaning that this was the test that proved their piety, their تقوى. لهم مغفرة وأجر عظيم. For them is forgiveness and a great reward. ثم لما أقواما في الختام. And Allah subhanahu wa ta'ala in conclusion insults a people. فَقَالَ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ That Allah says, indeed, those who call you from behind the rooms, they, most of them, do not comprehend. أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ Most of them do not even think. أكثرهم لا يعقلون لا يفكر ليست لهم عقول ليست لهم عقول brains, meaning they are ليس لهم عقل their brain is not functioning meaning brainless رفع الصوت يا فلان يا محمد صلى الله عليه وسلم هل هي هذا رفع الصوت هل هذه أقوى في سوء الأدب أو ضخ المضخات أمام الجميع على الشاشة التلفازية أمام النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. So just those who call out for you behind the rooms, most of them they do not have a proper. كتبوا يا محمد هكذا. To just say, oh Muhammad, oh Prophet صلى الله عليه وسلم, calling him from behind the rooms. So if بينك وبينه هذا الجدار فقط. أم حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت أصغر من صغير. Because the rooms of the Prophet صلى الله عليه وسلم were very small, just from here to there. Calling out his name, Subhanallah. That most of them they do not have. هل هذه أكثر سوء أدب أو تدخل مضخات أمام الجميع عليه وصاحبه بالغازات المكونات التي لا ندري من أين جاءت. What do you think is worse, that calling out the name of the Prophet صلى الله عليه وسلم, or coming and trying to clean his? ليس أي غازات تراها كعمايات المطر يعني أنا رأيت بعيني. Bringing hoses and shooting some disinfectant. And sanitization fluids and gases. خو أمام الأثقاب التي أمام
أين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر؟ Shooting them into the مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم. Facing the grave of the Prophet صلى الله عليه وسلم and Abu Bakr and Umar, just shooting these and blasting these. يرونهم بلا شك. Seeing them without any doubt, seeing those places and just coming in. وإن كنتم لا تعتقدون النبي صلى الله عليه وسلم يراكم أبو بكر وعمر ففغرتم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. That if you think the Prophet صلى الله عليه وسلم and Abu Bakr and Umar cannot see you doing that, then you are disbelieving in what Allah has revealed to His Messenger صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله سبحانه في كتابه المحكم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتٌ بل أحياء ولكن لا تشعرون. Allah says, and do not say about the one who is killed in the path of Allah that he is dead. Rather, they are alive, but you do not feel it. وقال الله تعالى عند ربهم يرزقون يأكلون ويشربون. That Allah says, but rather they are alive with their Lord, being blessed, being given blessings. وانظروا الحديث الذي تنتسبون إليه وما أبعدكم منه. And look at the hadiths that you say we are the people of hadiths, but how far are you from hadith? إنما أنتم من أهل الحديث معناها الزمن الحديث. That indeed you are only from the hadith, which means the modern, the new times. أنتم من شرار الناس من آخر نقطة من الدنيا. That you are from the worst people, the lowest of the earth with this. هذا ثبت في الصحيح أن أم أنس كانت تأخذ عرق النبي صلى الله عليه وسلم للتشفي به وللتطيب به. That it was narrated authentically that Anas, حديث مسلم. In hadith Muslim that كانت تجد عرق النبي صلى الله عليه وسلم سائلا منه لأنه كان صلى الله عليه وسلم يعرق كثيرا. She would find the sweat of the Prophet صلى الله عليه وسلم coming down from him because he would sweat a lot. And she would take his sweat. وتجعله مع طيبها. And she would put it with her perfume. She would use it as her perfume. And والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها عليه أحسنتي وأنه لمن أطيب الطيب. قال لماذا تفعلين به يا أم سليم؟ ماذا تفعلين بهذا؟ He said, what are you doing with this, أم سليم؟ أم سليم. قالت له نجعله مع طيبنا. She said, I put it with my perfume. قال وإنه من أطيب الطيب. He said, and it is from the most perfumed perfume. It is the best perfume. وهذا ثبت في صحيح مسلم أن الناس كانوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشفون بشعره ويجعلونها في الماء ليسقونه الناس. That it was narrated several times and many times that the hair that the Prophet صلى الله عليه وسلم had been and given out, that the, after him the companions and many of the followers of the companions and so on were using it as a means of cure and putting it in water and drinking that water and so on. هذا شيء يستشفى منه. ينظف خوف الجراثيم. The Prophet صلى الله عليه وسلم is the one who Allah has made a cure for others. And do you think that he needs your sanitation and sanitization sprays? أعطيني هذه الأبيات. أنا أقول لكم حقيقة بصراحة. انظروا التاريخ الإسلامي. حتى الملوك الجائرين لا أتكلم عن الخلفاء الراشدين الملوك الجائرين كان غاية واحد منهم أن يأتي ويخصص بغسل بتبديل تغيير القبر الشريف أو قبته الخضراء ليأخذها ويستبدلها بقبة أعلى منها نور التاريخ الإسلامي حتى الملوك الجائرين even the oppressive rulers they would be honored by taking by replacing حتى العبيديين حتى أي جماعة من المفسدين that even the oppressive rulers انه اذا جاء احدهم زائرا المدينه غايه امره ان يكرم بان يتولى تغيير القبر وقبته لياخذها ويستبدلها بما هي اجد منها ياخذها تبركا القبه يعني قبه القبر الخضر هم يشعلوا ستار على القبر So then that they would be honored, they would wish when they would come to visit Medina the greatest honoring for the Khalifa for him to be allowed to take the covering of the grave of the Prophet and place a newer and better covering on it just so they could take that covering themselves. And they would take the dust that is there to seek blessings from that dust that was close to the Prophet. وَهَلَ انْظُرُوهُ إِنْ أَحْبَبْتُمَ التَّارِيخَ فَعَلَيْكُمْ بِالتَّارِيخِ
And if you, so if you like history, then read that history. Read the history of how people have treated. وهذه عائشة بنت أبي بكر الصديق عندما توفيت كانت عندها خرقة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعتها على صدرها قالت إنها حماية لها. That Aisha, فقط من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. She just had a piece of a cloak of the Prophet صلى الله عليه وسلم, and she placed it upon her chest, and she said, it is a protection for her. وهذا أنس بن مالك أمر بدفن عصا كان قد أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في قبره. And Anas ibn Malik, خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما اكتفى بالخدمة. The servant of the Prophet صلى الله عليه وسلم who served him for many years. 10 سنين. 10 years. He didn't just say, oh, I served the Prophet صلى الله عليه وسلم, that's enough. He had a stick that he had gotten from the Prophet صلى الله عليه وسلم that he said, bury me with it. وهذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عن الجميع في آخر لحظات من موته أخذ أظافر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تجعلوا تحت لسانه. But even Muawiyah ibn Abi Sufyan, he said, رضي الله عن الجميع, may Allah be pleased with them and جميع all الصحاب. The companions, that he said that when he was going to die, he had some nail clippings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He said that put them in my mouth after I تحت لساني. Put them under my tongue after I am buried. هذه وقاية من عذاب القبر, وقاية من سؤال الملكين. تطلقون عليهم الضخات خوفا من كورونا. So this is something that is a protected source of a cure and a source of so many blessings that you're spraying whatever you're spraying out of fear of coronavirus. ثم لما فكرت قبل لحظات فكرت عن قول ابن عمنا العلامة محمد الحسن الخديم حفظه الله تعالى أفل لهذا العصر إنه فسد حتى أرنبه على الأسد فحاكيته بأبيات أعتقد أنها أبلغ من ذلك. That there was this, it reminded me of this statement before a few moments. I was reminded of the statement of Muhammad al-Hasan al-Khadim, the great scholar. He said that woe to this age, woe to this time, it is corrupted, it has gone bad because the rabbits have transgressed against the place of the lions. So then I thought of some more fitting words to describe these type of people who do this. قلت في لهذا العصر إنه غبي حتى أسافيرانه على النبي. That woe to this age, it is foolish that even the rats of this time. فيرانه. The rats are transgressing against the Prophet صلى الله عليه وسلم. حتى أساء أساء الأدب. Have transgressed and done ill manners, have displayed their ill manners towards the Prophet. كيف أولئك يجرؤون جهرة. How do these people dare to publicly جهرة على ادعاء تعقيم تلك الحجرة. Publicly claim to sanitize that the grave of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. ألا يعقموا حجرة النبي صلى الله عليه وسلم بيته المدهون فيه وخليفتيه. That to spell it out, meaning that they are making it clean so that it doesn't make people sick, making the grave of the Prophet sallallahu alaihi wasallam a place that doesn't cause disease. والروضة الشريفة العظيمة. That and the روضة, the great and honorable روضة, the place the Prophet sallallahu alaihi wasallam is buried in Abu Bakr and Umar. هيهات تلك جنة مقيمة. That how far is that from being the reality of what was going on? That is an ongoing Jannah, according to the Prophet صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي وهو القبر الآن ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. The Prophet صلى الله عليه وسلم said, what is between my room, my house, and my قبره. Meaning his grave. That's where his house was صلى الله عليه وسلم. ومنبري. And my pulpit is a garden of the gardens of Jannah. هيهات تلك جنة. هل رأيتم ناس يريدون تنظيف الجنة؟ This is a Jannah, you think. أو يعقمون الجنة. People need to sanitize Jannah. The Jannah will make people sick unless it's sanitized. هل رأيتم ناس في الجنة يمرضون؟ هل الجنة لا يمرضون؟ People become sick in Jannah. The people of Jannah do not. هل رأيتم جنة تجر الأوباء؟ Do you think the Jannah spreads plagues and viruses? أحضروا عقولكم. Just use your brains. جميع الخلفاء الراشدين الذين من بعد جميع عمر حتى لا ليسوا الراشدين جميع ملوك الدنيا أمروا إليهم عندما يأتوا وسير السلف الصالحين عندما يأتوا أمام القبر الشريف فقط خاضعين أذلاء
يعني يرجون الرحمة من رب العالمين ملتمسين مستدلين بقول الله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم. But what is the state of this place that people come from all over the world and the world leaders come and الجائر والعدل والظالم والصالح والفاسق. It doesn't matter if the person is oppressive or whatever, as anyone who calls themselves a Muslim. It doesn't matter how sinful they are or oppressive or whatever leader, everybody's just trying to come there and come close and take the blessings, remembering respecting that place and remembering what Allah has said about it, that Allah has said that and if ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله. And if they oppress themselves, if they oppress themselves, they did wrong and then they come to you and then they sought forgiveness from Allah and the Messenger sought forgiveness for them, then they would have found Allah to be forgiving and merciful to them. They would have received Allah's forgiveness and mercy. لماذا المسلمون ما يأتون ما يفتح لهم أوقات ليستشفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونيتوا ويتضرعوا أمامه كعمل الصالحين من المسلمين السلف الصالح وغيرهم. So then what they should do and why aren't they doing this then opening up that place so people can come to receive a cure and to make dua وتوسلوا به إلى الله سبحانه وجل جلاله blessings and to seek the blessings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam وخاطبوه جارة يا رسول الله اشفع لنا عند رب العالمين and ask Allah سبحانه وتعالى جعلوا هذا جهرة and to call out to him vocally asking him to اشفع لنا عند رب العالمين ليخفف عنا هذه المشاكل. To intercede on their behalf to Allah سبحانه وتعالى to remove these difficulties. كما فعل سلفنا الصالح والمحدثون والعلماء العاملين. As the righteous predecessors have done and the scholars of hadith and the knowing scholars. وكما تمرغ الصحابة على قبره أنتم الصحابة يتمرغون على قبره وأنتم تعقمون قبره. The companions would throw themselves over the grave of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and you think it needs to be sanitized so it doesn't make people sick. يقول ابن وهيب يعني يقول في مدح النبي صلى الله عليه وسلم يا ليت من حج ومن رضى عذاره يا ليتني كنت ممن رضى عذاره ما هو معناه فذلك في الدنيا نعيم مصبر. واحد يعني جاء هناك وأعطاه الله تعالى من التوفيق أن يدلك مثلا وجهه بذلك الغبار الشريف هذا نعيم هذا بدل ما يكون. He said Ibn Wahib, he mentioned, I wish I was from those who was able to visit the grave of the Prophet صلى الله عليه وسلم. فطوبى لوجه في ثراه يمرغ فطوبى لوجه طوبى. So good news, glad tidings and Jannah for the one who his face becomes covered in the dust. That is surrounding the فذلك في الدنيا نعيم مسوغ وفي الحشر والباقي أجل وأعظم. Because this is a covering of blessings in this world for that person and a saving of. وفي الحشر والباقي أجل. Resurrection, it is more beneficial. يا إخواني اتقوا الله سبحانه جل جلاله. أنا قلت لكم إن المسلمين في أنحاء البلد ما سيفهمون أن هذا انتقاص لأنهم أغبياء لأنهم ما يعلمون مقام النبي صلى الله عليه وسلم. So then, my brothers, please, you do not. يعني افهموا. Understand. I know that many people around the world they'll see this, you know, videos of the astaghfirullah, the grave of the Prophet صلى الله عليه وسلم being sanitized in that manner. And they will think that this is something good, or they won't understand. Oh, look at how you know fancy. And they're honoring that these different things as you know like الراقية. And they do not realize this because of their own foolishness and ignorance of the. The status of the Prophet صلى الله عليه وسلم. This is because of people's blindness. الناس جننت الحضارة الغربية جننت الحضارة الغربية حتى انسلخوا من الإسلام انسلخوا من الإسلام. People have been driven insane by the Western norms and civilization that they have been torn away from Islam. أنا كنت اليوم ذاهبا سبحان الله الرحيم في هذا الشارع. Today I was just going. شارع من هنا قريب. مشي دقيقة أو دقيقتين. Just a couple of minutes from here, walking. فإذا هو رجل كنت دائما أسأله عن كلاب عنده صغار
وكان يقول لهم كأولاده. في اليوم عندما سألتوه استعجب، معناها استعجب وأحب السؤال حتى أنه لم يجبني جوابا معتادا. استعجب معناها فرحا بالسؤال. Once you know the guy that I ask and they see that he has his dogs that he calls his children. كم مرة سألته؟ How many times have I asked him? كأولادي أولادي. And he says that these dogs are like my children. And today I asked him. سألت ماذا؟ سألت هل أولئك كأبنائك وتحبهم من under your heart، معناها قلبك خالص الحب. I asked him again and he was so happy by me asking him. حتى أجابني جوابا اليوم جديد، جواب أحسن بكثير. A new and better answer today. فما كذا مسرورا وقال لي شكرا، thank you. كأني فعلت له شيئا، فعلت له معروفا، ليس الأمر يس، ما قال لي نعم، قال لي أكرمني بالشكر. غاب عني وهو يشكرني. When I asked him if the dogs were like his children, he was so happy. He thinks that this is an honor. He was like, yes, thank you. And he was kept walking away. And he was running, so he didn't want to stop running. So he was like, thank you, while he's running. And he's running away and saying, thank you. وسبحان الله بعد ذلك بقليل في الشارع لويت من الشارع إلى شارع آخر هنا قريب بجنب هذه المدرسة أو أمامنا قريبا. فإذا هو رجل يقود كلبا آخر اسمعوا. And I went and I walked just a couple blocks from there, someplace nearby, and then there was another man who was with another dog. فإذا هو يقود كلبا وخلفه امرأة تمشي خلفه. And then there was a dog and there was a woman running behind him. فقلت له هل هذا كلبك؟ So I said, is this your dog? قال لي لا هذا كلبها. He said, no, this is her dog. فأنا سألتها وأجابتني جوابا يعني أفرح وأسر من الجواب الأول. And she said a better and a happier response than earlier. فقلت لها هل هلك أولادك؟ فقالت نعم مرات، وقالت ضحكا يعني الضحك المسرور يعني ماتت من الضحك. So she was so happy laughing. قالت نعم يعني مرة يعني ولكن مع ذلك ضحكت كما يضحك الإنسان ولدي ضحكا كاملا. And she was overjoyed at being asked about this dog of hers, like a person being asked about. تجاوزتها وهي تضحك. تجاوزتها وهي تضحك. She still kept walking while she's still laughing. يعني من شدة السرور الذي يرجع. يعني كان في غاية السرور. كانت تسأل هل ابنك بصحة جيدة يعني وهكذا. Just she was at the pinnacle of happiness. As if somebody had asked her, "How's your child doing? How's your kid doing? Is he good?" هذه الحضارة هي التي أخرجتكم عن المنهج الإسلامي. This is the civilization that has pulled you away from the Islamic methodology and understanding. هؤلاء القوم هم الذين تريدون أن تقتدوا بهم أيها المسلمون. These are the people that you're trying to copy, O Muslims. وهم الذين تعجبون من أحوالهم. And you're amazed by their state. And وهو الذين تريدون إرضاءهم بدل الله ورسوله. And you want to please them instead of Allah and His Messenger. والله ورسوله أحق أن يرضوه. والله ورسوله أحق أن يتبعوا رسول الله يتبعوه. يعني الغرب أحق أن يرضوه. الغرب أحق أن يتبعوه. خلاص. Instead of Allah and His Messenger are more befitting that they please Him. That والله ورسوله أحق أن يتبعوه. That Allah and His is more befitting to follow. And to obey Allah and His Messenger, but they say that the West is more befitting to obey. That's how people behave. ولو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس يا لك من حمار. If the donkey was to wear silk and beautiful silk clothing, people would say, "Oh wow, what a beautiful donkey." هؤلاء الناس الذين لهم الطيارات ولهم الفضائيات هم يقبلون الكلاب. These people who have rockets and airplanes and so on, they are kissing dogs. يتلذذون بتقبيل الكلاب. يشتهونهم كما يشتهي الرجل امرأته وابنه. They take joy in kissing dogs and they desire dogs like. صرح. نعم. كما يشتهي الرجل ابنه أو زوجته. The same. كما يحب. The same way that they love their wives and their children. من خالص قلبه.
from the depths of their heart. أنا قلت له أنا قلت له هل أنت تحبه من أندر يرهد؟ قال لي شكرا شكرا. أنا قلت له أنت تحبه من نياط؟ قال بك. أنا قلت أندر هاد. قال لي شكرا. هذا سؤال جيد. I asked him if you love that dog from the bottom of your heart. He said yes. Thank you. يعني شكرني على هذا السؤال لأنه سؤال خاص ما سمعه من قبل. لم يسأله مسكين أحد عن حاله مع الكلب قبل هذا. But he was so happy that somebody finally realized his love for his dog. Nobody had asked him if he loved the dog from the bottom. وأنا لي من ذلك حكمة. سبحان الله. And there's a reason why I'm asking this. لأقصه عليكم. So I can tell you that. لأعلمكم الغباوة. حتى أقول لكم إني أدرى بالغباوة منكم. So I can tell you what stupidity really means, that I know stupidity more than you. إني أعلم الغباوة أكثر منكم، لكني لا أفعلها. But I don't do that stupid. لم أبلغ أن أكون فارا وأضخ على النبي صلى الله عليه وسلم بمضخات النفايات. I do not reach the level of becoming like a rat. And spraying the grave of the Prophet sallallahu alaihi wasallam with these things. المعقمات. The sterilizers. من له سؤال فليسأل ومن لم يفهم فليسأل. Whoever has a question, ask, and whoever doesn't understand, then ask. السلام عليكم. السلام عليكم. هل يصوم مبارك هذا العام؟ يقول كثير من العلماء أن صيام هذا العام ليس بسبب فيروس تاجي. نحتاجه جدا. ما قال هذا ليش علماء؟ قل هذا ليش علماء؟ يسأل ماذا؟ هل يصوم؟ قل بالإنجليزي. Like are you, هو قال في العربي بس he said like is الصيام. Should you fast? He's asking هل. أموره بالعربي. Yeah. هل هو الله أعلم if he wrote things correctly. خلينا نقرأه. تعال هون في هون. There's a lot of comments. It's all the way up. Yeah, it's not letting me access. تعال man, you could look at it if you want. That's if he's asking if you should fast this year, then yes. لا فرق بينها وبين السنين الأخرى. Why would yeah? There's no reason why a person should not fast at all. طيب. ما هناك دليل على ذلك. There's no evidence at all to show that why would a person not fast? شيخ. هناك حديث صحيح في مسند إمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا استغاث بي فكيف يستغيث به الناس والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. إن التوسل بلاد من أنكره قال الوزان انزوى عن ملة الهدي. هذا أمر مجمع عليه قبل ابن تيمية عفى الله عنه والإجماع لا يعارض بأي حديث ولو صحيح. وأما هذا فليس على ظاهره وليس صحيحا. So then this person is claiming that there is a hadith that would say that we do not ask the Prophet ﷺ for anything, and this is a matter of ijma', in fact, before Ibn Taymiyyah, may Allah forgive him, even a sahih hadith does not contradict and does not cancel out ijma', because it means that it in fact means that the hadith is being misunderstood by this person, and that ruling of that hadith does not apply. والله لن أسأل عن هذا الحديث ولا مستنده. I swear by Allah, I will not ask. لن أسأل عن هذا الحديث ولا مستنده ولن أعمل به. I will never ask about this hadith or its chain of narration or act upon this meaning. فما فيسعوني ما يسع هؤلاء العلماء. What those scholars, the conclusion they came to, that's enough for me. قال ابن وهب رحمه الله تعالى تضلعت من الحديث ولولا مالك وابن عيينة لضللت. هذا ابن وهب إمام الحديث في أيام مالك. ابن وهب إمام في الحديث خصوصا. The Imam of Hadith during. وما سمى مالك أحد طلابه فقيها غيره. The Imam of Hadith at the time of Imam Malik, who Imam Malik never called any of his students a faqih besides this student Ibn Wahb. قال تضلعت من الحديث ولولا مالك وابن عيينة لضللت. He said I became saturated with hadith. ولولا مالك وابن عيينة لضللت. If it wasn't for Imam Malik and Ibn Uyayna, I would have been misguided. ما هو معنى هذا؟ What does this mean? من تعارضت عليه ظواهر الحديث والصحيح منها والمقبول والمتروك. Meaning that the authentic hadith and what hadith تعارضت عليه ظواهر الحديث
and the apparent meaning of the hadiths seem to conflict and so on, and what to take and what meaning to take and which hadith applies and how it applies and which تنظره من كلامي قال لي خذ هذا واترك هذا وهذا ليس عليه عمل أهل العلم إلى أن توفقت. That they told me do this, act upon this, leave this. وهذا ليس عليه عمل أهل العلم. This is not what the people of knowledge are doing and acting upon. هذا لم يستخدمه ولم يوافق عمل أهل العلم. It does not coincide with the actions of the people of knowledge, and then I was able to understand. ولذلك قال ابن عيينة نفسه الحديث مضلة إلا للفقهاء. Ibn Uyayna himself, he said that the hadith is a source of misguidance except for the fuqaha. أُفِّ لهذا العصر إنه فسد حتى عدا فيرانه على الأسد. That woe to this time, day and age that it is corrupted. Even the rats of this time are transgressing against the lions. تابع. سأل سؤال آخر. Please help for Maliki. You pray 8 rak'ahs of tarawih at home and then 20 in the masjid. Is this a matter of ijma'? لا أقول إجماع ولكن اتفق عليه الصحابة 23 ركعة في الجماعة. نعم قال 8 في البيت و. لا بس لا 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 مثل مالك إذا أحببت أن تصلي 8 في البيت أو 10 فلا بأس لأن قال بعض العلماء أن مالك رجع عليها في آخر عمره لكن مشهور في مذهبه أنها 23 في البيت. في البيت وفي غيره. فإن أردت يعني حتى في المسجد 8 أو 10. لا لا لا. في المسجد 23 فقط ولكن في البيت إن أردت 8 أو 10 فلا بأس لأن مالك يقول رجع في آخر من قالها بعض العلماء أنه صار يصلي في بيته 8 مع الشبع والوتر 11 ركعة وإذا أتى المسجد يصلي. So then there is a difference of opinion in regards to what a person prays in the home that it is could be 8 or 10 and then witr and then or it could be the 23 just like وهي الأحسن. But the 23 is better, and the 23 in the masjid is better. Ah, I got in the masjid. In the masjid, it's 23. ما في خلاف عند المالك. There's no difference of opinion. وإن كان شرع عمل بعض المتأخرين منهم ب13، لكن هذا ليس لا ينسب إلى المتقدمين. And the 13 and done in the modern times or by the modern Malikis, this is not something that was mentioned by. لا يستدل به ولا يفتهم. That is not. It's not something that's acted upon in the Maliki madhab. It's just a modern opinion. ولكن كل ما هو يجزي والمراد ما هو الأحسن ولكن التراويح تصح قيام الليل يصح بشيء أقل من 20 ما هو الأولى في التراويح. It is in regard to what is the best and what is preferred. But then if it doesn't matter how little a person does or how much. قيام الليل من عند ركعتين لأربعة لستة لثمانية هذا كله يحصل فيه القيام. It could be 2, 4, 6, 8, 10, whatever how many people want to do or little that you want to do. The قيام الليل and the تراويح تهجد all of it's good. It's hard to concentrate to progress in dunya when everything or everyone is telling you all will end. What should someone do? قال صعب أن الإنسان يتقدم في هذه الحياة وكل الناس يقولوا له أن هذا الدنيا يعني يعني does he mean end as in the world is going to end for everybody? Yeah. But does he mean that the day of judgment is going to come? I don't know what he means. To be honest with you. He says all will end. What should someone do? يتقدم الدنيا هل في أحد سيتقدم في الدنيا أنا أسأله. Is there anybody really going to progress in the dunya? ما في أحد سيتقدم فيها. أليس يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن كان شخص سيزرع نخلة يعني. أليس مشكلة هو الأسباب لا تنافي التقدم. Yeah, it doesn't matter if you know you hear the trumpet the. وقال الدنيا ستنتهي. Yeah, who said the world is going to end anyways now? And even if you know the world is going to end and you're planting a tree, then the Prophet ﷺ said, plant the tree. So don't act, don't change your behavior because you think the world's going to end. Said, but the world's going to end for everybody. المهم ان الدنيا سواء انتهت ولا انت ما تعرف انتهاك متى ممكن ينتهي الان ممكن تنتهي غدا تنتهي الليلة سواء انتهت الدنيا ولا تنتهي انت انتهاك محتمل في كل وقت الان. But regardless whether the world is going to end or not, your end is going to come. It could be today, it could be tomorrow, it could be in a minute. You said, what is the purpose of life instead of scholars who only say to worship Allah? That is not easy to understand. Worship Allah, ibadatullah, ليس معناها تارك الأسباب, ليس معنى العبادة. عبادة الله تعالى ليس معناها تارك الأسباب.
لا أظن هو قصده ذلك. هو قال لماذا هو لا يفهم يعني مقصد الحياة. قال العلماء يقولون أنها لعبادة الله ولكنه لا يفهم ذلك. أعوذ بالله، لكن لعلك لم تفهم ذلك، لأن العبادة فائدتها تعود على الإنسان، ولكن هذا لا ينافي أنه يأخذ الحلال ويأخذ الطيبات من الرزق. That Allah subhanahu wa ta'ala, you worshipping Allah is something that benefits you, and it doesn't mean that you do not take... Allah does not benefit anything from your worship. You're the one who benefits, and you're the one who wants to gain. You want success, you want blessings, you want goodness, then worship Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن لا ليس تمنع من تأخذ الحلال من الطيبة. And it doesn't prevent you from going and seeking the halal of sustenance and so on. الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال قل من حرم زينة الله التي أخرج للعباد. That who would prohibit the halal of what Allah سبحانه وتعالى has given to his servants. Why do students of the deen slowly drift away from the ulama? Someone wants to take a lesson from that. قال لماذا أن طلاب العلم يعني يتبعدون من العلماء؟ ذلك دليل على جهل. If that's a student of knowledge. كما نعلم ليس طلاب علم. That means he's not a student of knowledge. A good thing he's. أو لعل العلماء غير موجودين وهذا هو الأقوى. Or the stronger reason is probably because. لعلهم هم طلاب جيدين والعلماء غير موجودين. That maybe those are good students. حسب ما يدعي هذا السائل، لأنه إذا كان في أمريكا لا ليس في أمريكا عالم. And then كنت في أمريكا. If he's in America, then there's no true عالم in America to my knowledge. سأل نفسه هل ترى هل تعلم عالم في أمريكا؟ أنا ربما واحد أو اثنين فقط. So then the reason is because the people who are teaching knowledge are not scholars. That's why people are drifting away. A sincere student. أنا قلت لكم أنت تعلم هذا الكتاب بين يدي، هذا هو حالة الأستاذ اليوم، يقرأه مع الطالب ويضمونه في وقت واحد، لا استشكال ولا زيادة، هم يقرأون الصفحة في مكان واحد ويضمونه. لا الطالب فهم ولا المعلم أفهم. نعم أنا كنت في هذا. هذا اسأل نفسك. So then I then ask yourself what ماذا مر عليك وأنت تعلم علماء أمريكا ما يسمونه بعلماء. أنت تعلم جميع علماء أمريكا تقريبا ما يسمونه. That you know the people who are calling themselves scholars in America and you studied with them and what would happen is that they would open the text and they would read from it. And the student the teacher would read from it, and they would close the book, and neither the teacher understood the content nor the student. This is what it means by there is no scholar. And listen to that statement, and Allah hears it. والله شاهد على ما نقول. And Allah is a witness over what I say. ولا فيها حافظ. And it doesn't have a true حافظ as well. ولا ناقل. Or even a transmitter. ولا طالب علم متفوق. Or a student of knowledge that is truly. Fitting and good student. بارز. That is very elite student of knowledge. ورب الكعبة والجمال والجلال. By the Lord of the Kaaba and of perfection and of greatness. من له سؤال فريد. If someone dreams wrong desired thoughts when sleeping, madhi comes out but no mani, is ghusl fard. إن خرج المذي في المنام. مني. المذي. لا لا. So if madhi comes out, then there is no ghusl, it's just simply cleaned away. The Maliki madhab, all the private part is washed. And as far as many, then it would cause a person to, of course, have to make ghusl. There is desire everywhere, what should one do? وطب أمراض القلوب الجامع لهن نهي النفس عما تتبعه
والسغب وسهر الليالي والصمت والفكرة وهو خالي وأصل الأصلين خلال أهلي كل فدين المرء دين أصل كل خير مصاحبة أهل الخير وأصل كل شر مصاحبة أهل الشر فخطأ والجواب نعم the source of الشهوة والغفلة كان فيها البيت الأخير نعم the source of heedlessness and desires and all of these things كل المهلكات all the destroyers they are from the company that you keep وأصل كل خير مما تصحب من أهل الخير and the source of all the types of goodness are from the company that you keep المرء على دين خليلي الرجل على دين خليلي كما في حديث أبي داود an individual is on the way of his closest friends فإن كنت مع أصحاب الشهوات ستكون صاحب الشهوات so if you are from the people of desires then you will be from the people of desires أحببت أم كرهت أحببت أم كرهت whether you like it or not وإن كنت مع الصالحين ستستقيم and if you are with the righteous then you will be, then your state will be correct النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليل على دين خليل the prophet صلى الله عليه وسلم said a person is on the way of their closest companion طيب تابع 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 أي سؤال what is the definition of science in Islam انتهت كلها كل شراط الصورة جاءت وننتظر الكبار science العلوم العلوم هذه ماذا قال عنها ما تعريفها في ال في الإسلام لا أعرف تعريفها If someone is scared of getting misguided by researching Islam, even in the company of scholars, what should they concentrate on? Is iman? أين العلماء حتى نرى العلماء؟ ماذا يركزون ماذا يفعلون؟ ولكن سألنا عن حتى ولو مع العلماء. على الأقل أنهم إذا يخافون الضلال يعني. لأن هذا موجود ما هو علماء موجود أئمة الضلال وهذا قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الأمر وقلت لكم في آخر الزمان. لا تقوم الساعة حد الصاعي لا تقوم الساعة إلا على أشرار الناس فنحن الآن ما بقي الله تعالى أعلم بما الساعة متى تأتي ولكن أشراطها الصورة كلها جاءت وما بقي إلا أشرار الناس فالذي سيبقى طيبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء هؤلاء الغرباء عندما تفحصهم ترى لهم زهد في الدنيا وبعد عن الناس واتباع أقرأ قليلا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وترى بعده عن الدنيا وترى عدم غفلته واتباع للشريعة وضبط العالم أنه كل المحرمات لا يضع فيها قدمه والمنهيات يهرب منها هذا هو ضبط العالم التابع وإذا كان يتراخص ويقول ساعة هكذا وساعتنا قيام الليل وساعتنا مثلا يعني ويرينج يعني وليمة وساعتنا الاستراء وساعتنا فندق هذه يقال صاحب شهوات So then now in this case where the Prophet صلى الله عليه وسلم has warned us about that Islam will be something strange that these strangers who managed to survive during this time are the people who are willing to be different who don't care about the world too much who don't care what other people think who are focused on their on Allah subhanahu wa ta'ala staying away from the people and saving themselves, being very selective of who they encounter. Now, anybody that you would learn from, that watch out for some signs, some danger, some warnings, that if this is a person who truly fears Allah subhanahu wa ta'ala, who doesn't want the dunya, who is good and so on, then they're not going to be from the people who is just busy with, you know, just weddings and eating and so on. And when it comes to halal and haram, you see them taking it easy and lax and they're just taking no there's an opinion that says that this is halal and they're taking there's difference of opinion minority opinion whatever and then the person's image is minority opinion and the person's actions are minority opinion then you know that this person is not a scholar that you should be listening to at all or a very harmful person said along with الغريب غريب النبي صلى الله عليه وسلم قال وسيعود غريبا فطوبى للغرباء معناه ان الساحه 99 ضلال الغريب ما هو غريب جدا يبحث عنه بدقه the stranger the one who is very different this one it requires a lot of hard work to find along with the question was asked is iman مجمل ان ايمان مفصل enough مفصل
إيمان مجمل كافي. المهم أن يكون عندهم أشياء لا يشككوا في الله تعالى ولا يرجع عن إثبات الألوهية ونفي صفات النقص عنها فقط. إيمان مجمل is enough. The important thing is that he doesn't have any... دليل إجمالي. هذا يقال لي الدليل الإجمالي. معناها غير مفصل. هذا يقال الدليل الشمولي. ما هو الإيمان؟ هذا الدليل الإجمالي. كما سئل يقول يعرف أن الله تعالى واحد لكن لا يدري هل بسبب تغير العالم أو بوجود هذا العالم أو بأن الناس تحيا وتموت لكن أنه يعلم مستدل بشيء من هذا العالم على وجود الله تعالى. نعم لا أريد أن أترجم شيء من هذا إلا بتفاصيله لأن الإنجليزي سيضيع. نعم. أوكي. كان ويس. Can we say it's haram to close the masjid because of this virus? The ones who don't have the responsibility of this, it's not your job to say it's haram or not haram or what it should be done or not done. The person who is responsible for this, the imam, is the one who is going to be asked. What do we say to people who reject hadith and only accept Quran? Or قال كذلك. He said, or do you want to just have a separate class on this topic? Jazakallah khair. أو هل تريد أن يكون درس خاص؟ بيش. الذين يرفضون الحديث. حقيقة هو كل الناس اللي أنا رافض لدين الله تعالى ليس هاي الجماعة واحدة. It's not just those people who outright say it. Most people are in rejection of. أكثر من 90 رافض للقرآن والحديث معا. أكثر من 90 بلا شك. More than 90% of people are rejecting the Quran and the Hadith. لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر منهم وها الناس لا تفعلون. Allah سبحانه وتعالى throughout the Quran says to refer to the people of knowledge, to refer, ask the people of knowledge and so on. And people are not doing that. وأجمع العلماء على أن من ليس مجتهدا لا يجوز له العمل بالنص لا بالكتاب ولا بالسنة. And the scholars have إجماع on the matter. قل إجماع بالعربي. Consensus. There is consensus means that this is something that is absolutely and definitely a part of Islam, cannot be disputed. That if a person acts upon the Quran or the Hadith from their own understanding, without learning it, meaning from a just based off of their own understanding, then they are doing haram. What's the best way to call upon the Prophet? He's asking, but I skipped this question. I went to a different. So there's like a different people. There's different people now. Another. What's the best way to call upon the Prophet or ask from the Prophet, sallallahu alaihi wasallam? Yeah, I mean, to say "Assalamu alaikum, ya Nabi, ya Rabbi, ya Rabbi, bi shahid Nabi sallallahu alaihi wasallam." All of that is correct. You can say "Ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam, sa'idni," no problem. You can say in the prayer, as we say in the prayer, "Assalamu alaikum, ya Nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh." You can say, "Oh Messenger of Allah, you know, help me." This is all terms that are. أو يا ربي أعيني بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. Oh Allah, help me by the. No, I cannot translate that word. Okay. بمقام النبي صلى الله عليه وسلم. By the status of the Prophet صلى الله عليه وسلم. Yeah, ما شاء الله, ما شاء الله. قل من مترجم أنك تحتاج أن تذهب ومن لو سأل ينتظرنا في الدرس الآتي. Okay. قل هذا. So I'm sorry, I have to leave the translator. Whoever has a question, inshallah, save it for the next class on Saturday at... Or Friday, maybe. Or maybe Friday, inshallah. Night. Friday night. Inshallah. Yeah, at 8 p.m. or maybe Saturday at 2, inshallah. Jazakum Allahu khairan. La ilaha illallah. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban an-nar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة لا إله إلا الله العظيم الحمد لله اللهم لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض الحمد بذكره في الدنيا تحط ذنوبنا ونطمع وذكره في الدنيا تزاح أمورنا
وأنا أطمع أخرى أن تحط ذنوبنا بذكراه في الدنيا تزاح همومنا وأنا أطمع أخرى أن تحط ذنوبنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وما قضيت علينا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم يا عزيز عبد الإسلام في مهدي الشرك والمسكين ودمر اللهم أعداء الدين وصنع قوانين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم.